جديد وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا لعبة رمي القارورة أو الغرشة أو اللي تسمونها جماعة. المهم هاي اللعبة حقتنا راح يكون عبارة عن نحن نرمي هذه الغرشة ونحاول نحن نخليها توصل لمكان وما تطيح. هاي الفكرة ببساطة. زر لايك الاشتراك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نجرب مع بعض اللعبة. اوكي نضغط. حلو حلو. النهاية تمام. هذا أول ليفل. شوي شوي اللعبة حقتنا راح تصعب، يعني لدرجة أنها ما راح تكون سهلة مثل ما هي عليه حاليا. فابتدي. اوكي نرميها تحت. نعطيه دبل جمب. اوكي اوكي. البداية تدريب. البداية راح تكون شيء بسيطة. تعالي. أوه. في أشياء تطيح. تمام حلو. وننزل. أنا ما أدري كم نطة يمدينا النط، أتوقع بس دبل جمب. أشوف أشوف. أوه ماي جاد. حدنا دبل جمب. حدنا يعني طحنا تحت. أوكي هذا أتكلم عنه. أوكي الحين خلنا ناخذ الأمور بجدية، لأن قبل شوي كنت قاعد أحاول أجرب. أوه ماي جاد، شفتوا كيف الحين بدل جد حقيقي؟ كان المكان قاعد يتغير. زين. أوه يا عمي، هم طحنا تحت. أوكي وصلنا 97%. نط نط نط. أوكي أيوه أيوه. يلا خلاص أختم. تمام 100%. يعني شوي شوي اللعبة تصعب علينا. نط هني. عطى دبل. عطى واحدة. عطى دبل. عطى هني. أوكي حلو. رحنا على حقة الحلويات وعدينا. نكست. هي صعبة. وات هي بتنزلني. أيوه جبت العيد. جبت العيد. كان المفروض نطة واحدة بس. نطة واحدة كافية. 96%. شغل هذا. روح للي بعده. هي راح تنزلني. اوكي واحدة واحدة. تمام تمام يا جماعة. كفو كفو. لعبة حلوة. نط انزل. نط ننزل. واحدة بس. مروحة راح تدفعنا الى هني. تعال احنا ننط بنفسنا ونكمل الليفل. كفو كفو علينا. اوكي اوكي الو. تمام نط الجهة الثانية. اوه حلو يا سلام 100%. عدينا اذن المكان اللي عندنا هني. حلو حلو. نط. اوكي هدي وضعك هدي وضعك هدي وضعك يا سيد. ايوه كنت راح اطيح. حلو عدينا الليفل. ما ادري اعتقد كملنا الحين 10. اي الليفل 10 اظن. اوكي الحين الحين العاشر. كنت مودع. او ماي جاد او ماي جاد الوضع. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كيس. اوه عكس. لا شوف وين طحت بين. يا الله زين. ايوه اوه تمام. اوكي خلاص كملنا ليفلها. شوي شوي تصعب تصعب تصعب. نروح فوق المكنسه. تمام عدينا. اوف انفجر علينا هذا ولا شيء. نروح فوق. تالي نط هني. ننتظر الحين. شوف الحين صار فيه ليفلات فيها تنتظر، يعني مو بس تمشي لحالك. كان جبت العيد لأشوة شو. يا سلام يا سلام علينا. كفو اللي بعده. روحه راح تدفعنا شوي. انتظر حبة. يا الله يا الله يا الله. المرة من البداية طحنا بعد. يا الله سيد انتظر شوي. زين يلا ليتس جو ليتس جو. وصلنا. انتظر بعد. خلها تروح وانا تالي امشي الحين. لا طحنا بالفتحه. كشوة اشوه اشوه اشوه. دقيقه ركز ركز. طيحني. ليفل صعب.
الليفل هذا حده صعب. جيجا نوت. اوكي انتظر شوي. او ماي جاد سيد، ليش قاعد تطيحني؟ ليش قاعد تطيحني؟ زين زين. او يا عمي عديت ترى، انا مو مصدق اني عديت. ليتس جو ليتس جو ليتس جو يا جماعه، كفو علينا كفو علينا، ليتس جو ليفل اللي بعده. ايوه لا اوه بالخمسينات، يعني الليفل هذا طويل. دقيقة شوي شوي، انتظر 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 شوي. نط استعجلت، اتوقع استعجلت، خفت خفت واستعجلت، على طول نطيت، كان المفروض اني ما نط على طول. ننتظر ننتظر شوي ننتظر. ما عليه عليه. اوكي اوكي. لا لا انا حي انا حي، مو معقول. اقول نط اقول نط، كنت راح اطيح. نط يا حبيبي، اشرد اهرب اهرب، دبر نفسك يا سيد. زين والله ماشي اموري، تلاحظون بطيح. دقيقه. اوكي اوكي ليتس جو، حلو. نيكست نط هني نط. تمام ايوه. يا سلام عليك يا سلام عليك، يلا خلنا نروح الليفل اللي بعده. ما في نزله، ما راح ينزلني. اوكي في تطور، المفروض ننتظر شويه اتوقع. على هذه روح للتلفزيون. اي بترميني؟ لا اللعبة اللي طيحتني يا جماعة، اللعبة اللي طيحتني، ما كنت راح اطيح تحت. قريب لا، دبل جمب سيد، دبل عندك شيء اسمه دبل جمب، استخدمه. ما احتاج انزل هني، انجي هني، اعطيه دبل، هم دبل هم دبل، ونكمل على طول الليفل يا جماعة. فيا حبايبي هذا مقطع بشكل كامل، إن عجبكم المقطع زر اللايك والاشتراك، وعطوا رايكم في اللعبة لو تبون مقاطع أكثر منها نقدر نستمر فيها. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة. اللايك أمره مهم، طقه ولا تهتم، من ضمن الجيش الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم، هذا جيشنا يا عم، والأسيار أسطورة تتناقل على كل فم. باشتراكك تنضم، وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.